أهلا بيكم في لقاء جديد مع مجدي خليل النهاردة هنتكلم عن حرب غزة والجامعات الأمريكية ماذا يحدث في الجامعات الأمريكية بالضبط؟ ولماذا تحولت المظاهرات إلى إشكالية وأحيانا فوضى وأحيانا اعتصامات وتهديدات وخطاب كراهية وتدخل للبوليس هل ستتحول قضية فلسطين إلى... رمزية غضب وتسوير وتثوير للطلبة من يقف وراء كل ذلك؟ علشان أنا بحب حلقات شاملة في كل شيء علشان تستوعبوا هذه الحلقة أنا عملت حلقة من أربع شهور من الذي يقف وراء المظاهرات الداعمة لفلسطين في أوروبا وأمريكا ولماذا؟ أنا تناولت فيها أسماء المنظمات والتمويل وكل شيء علشان دي هذه الحلقة مكملة للحلقة اللي أنا قدمتها من أربعة شهور ولكن ستركز على الجامعات الأمريكية تركز على الجامعات تحديدا يعني وفقا للواشنطن بوست واشنطن بوست قالت أن في أول ثلاث شهور أول،, أول 120 يوم أول ثلاث شهور كانت في 1600 مظاهرة في الولايات المتحده الامريكيه وحدها داعمه لفلسطين قائمه بها يعني دعم لدعم فلسطين 1600 مظاهره في امريكا بس في 3 شهور احنا دلوقتي اكتر من 6 شهور 200 يوم يعني تتعدى في التقدير هذه المظاهرات 2500 مظاهره وهذه المظاهرات طبعا بتتجمع من كل مكان في العالم في, في امريكا قصدي وبيتجمعوا بمجرد ما يقولوا النهارده هنتظاهر في كذا يجوا ناس من كل الولايات واخدين طيران تتكلف يعني مئات الملايين وانا بقدرها مليارات لان لو كل مظاهره بس من المظاهرات الضخمة تكلفت 100 ألف دولار يبقى أنت عندك 2.5 مليار دولار مين بيمول كل ده انتقل لما بدأ يخف في الشارع الزخم في الشارع وتأثيره على الرأي العام انتقل بشكل كثيف إلى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وقبل مبدأ في تحليل الجامعات عندنا ملاحظه مهمه المظاهرات من مظاهره جورج فلويد سنه 2020 الى مظاهرات غزه 2023 والفر 2024 طبعا هي مظاهرات مخططه ومموله تمويلا جيدا وراها تنظيمات مش عشوائيه ولا تلقائيه ولا انسانيه في جزء طبعا انساني بس في جزء مسيس وممول ومنظم ومخطط في هذه المظاهرات هناك تحالف واسع جدا بيقود هذه الحركات كلها هذا التحالف الواسع منظم جدا ممول جدا تمويلا جيدا أنا هذا التحالف الواسع اللي بيقود هذه المظاهرات في أوروبا وفي أمريكا وأنا في أمريكا وبتكلم عن أمريكا تحديداً يتكون من سود غاضبون دائما السود غاضبين نتيجة الخبرة التاريخية لهم في أمريكا فسود غاضبون يساريون مدمرون لأن في أصبح طيار يساري كبير متطرف وكاره للغرب ومدمر فوضويون مخربون يجدين ويحبون التخريب عشان كده أطلقت عليهم فوضويون مخربون اسلاميون كارهون ودول اسلاميين كارهين للغرب وكارهين للمسيحيه وكارهين لليهوديه وكارهين لاسرائيل وكارهين لنفسهم اساسا يعني وكارهين لكل القيم الانسانيه. بيض اعتذاريون بعض البيض الاعتذاريين المنكسرين اللي قاعدين يعتذروا طول الوقت من الحروب الصليبيه الى الاستعمار ما عندهمش حاجه الا الاعتذار المذل ودول بينكسروا في امريكا وبعض البيض اللي زي كده بيضطهدوا حاليا. هم دول الانجن المحرك للمظاهرات في الولايات المتحده الامريكيه، اكرر واقول سود غاضبون، يساريون مدمرون، فوضويون مخربون، اسلاميون كارهون، بيض اعتذاريون. نبدا اول نقطه لماذا جامعه كولومبيا بالذات؟ جامعه كولومبيا هي جامعه تقع في مدينه كبيره جدا في الولايات المتحده الامريكيه مزدحمه بالسكان هي مدينه نيويورك وفي حي اغلبيته السود هو حي هارلم ونيويورك هي معقل للحزب الديمقراطي ولليسار وللفوضويه وللمهاجرين المتنوعين من كل الدنيا فنيويورك لها لها طابع خاص يعني يليق بها ان تكون فيها مظاهرات لان هذه التركيبه والخلطه في نيويورك هي محفزه للتظاهر الحاجة التانية المهمة جدا في جامعة كولومبيا، جامعة كولومبيا أنا بعتبر إن إنها فيها مستوطنة فلسطينية، مستوطنة فلسطينية. بدأت هذه المستوطنة بال- بالاستاذ المرموق الراحل الدكتور إدوارد سعيد، الدكتور إدوارد سعيد كان أستاذ كبير في جامعة كولومبيا. وكان بيركز التركيز ادوارد سعيد على الدفاع عن الاسلام نقد الاستعمار الغربي بوست كولونياليزم والامبرياليه والاستشراق والكلام ده كله يعني باختصار شديد نقد شديد للغرب دفاع كبير عن الاسلام تنميه السخط بين المسلمين والعرب في الولايات المتحده الامريكيه وكمان ربط قضيه فلسطين بالعروبه والاسلام احد اللي ربطها بالعروبه والاسلام هو ادوارد سعيد علشان كده كان معارضا لاتفاق اسلو ليه معارض لاتفاق اسلو يعني هو في النهايه خالص عنده مدخل اسلامي لهذه المواضيع رغم انه مسيحي رغم انه مسيحي واستاذا مرموقا وتعلم تعليما غربيا رفيعا وثقافته غربيه تماما ادوارد سعيد وانا اتصلت به عده مرات وهو كان شخص مهذب جدا راقي جدا في في كلامه يعني شخصيه على المستوى الشخصي شخص مهذب وراقي ولكنه كان بيغلي من الغضب من الغرب في داخله رشدي سعيد هو هو اسس المستوطنه الفلسطينيه في جامعه كولومبيا وبعد ما مات ادوارد سعيد تأسس كرسي ادوارد سعيد للدراسات العربيه في جامعه كولومبيا ويرأسه فلسطيني اخر اسمه رشيد خالدي ورشيد خالدي آه الخالدي آه رشيد الخالدي ده آه آه زاد على ادوارد سعيد ان ركز الدراسات العربيه على فلسطين في جامعه كولومبيا بقى هو كتب كتير كتب ودراسات وابحاث عن فلسطين فبالتالي ركز على آه فلسطين ويزيد الطين بله كما يقول المثل المصري ان استاذ ثالث مسيحي ايضا يعني ادوارد سعيد كان مسيحي رشيد الخالدي مسلم لكن ادوارد سعيد كان مسيحي في واحد ثاني استاذ جامعه ثاني مسيحي كلهم فلسطينيين دول فلسطينيين الثلاثه ادوارد سعيد ورشيد الخالدي ووائل حلاق وائل حلاق بقى زاد اكتر اكتر تطرفا وكتب كتابات تدافع عن الاصوليه وعن الإسلام السياسي وعن الشريعة الإسلامية وشيطنة الديمقراطية والحريات الغربية دواء الحلاق وكتابات وائل الحلاق يعني ممكن نفرد لها حلقة بعد ذلك دول المستوطنة الفلسطينية في جامعة كولومبيا ولهذا كولومبيا لها وضع خاص فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني وطبعا ادوارد سعيد ورشيد الخالدي والحلاق عمل لهم اصدقاء من الاساتذه وطلاب كثيرين واثروا في في كثيرين في جامعه كولومبيا ومن ثم كان طبيعيا ان تبدا المظاهرات بين جامعه كولومبيا والاعتصام مش المظاهرات بس الاعتصام هو كان في حصلت مظاهرات من البدايه من بدايه الحرب في غزه كانت حصلت مظاهرات في كل امريكا كما قلت وكانت ضمنها الجامعات الامريكيه ولكن انتقلت الى الى مرحله اعلى من التظاهر هو الاعتصام وغلق اماكن في الجامعه وتضييق على الطلبه اليهود هنقوله كل ده وترأس جامعة كولومبيا حاليا واحدة مصرية أستاذة مصرية مرموقة هي نعمة شفيق أو منوش شفيق وهي عكس المستوطنة الفلسطينية مش جزء من المستوطنه الفلسطينيه علشان كده استفزت هذه المستوطنه الفلسطينيه داخل جامعه كولومبيا وزاد الغضب عليها اكثر وزاد الاعتصام في جامعتها اكثر واضطرت الى انها تقوم بادخال طلب البوليس الى جامعه حرم جامعه كولومبيا جامعة كولومبيا ومعظم الجامعات هي جامعات خاصة ممنوع دخول البوليس إلى داخل الجامعة إلا إذا تم استدعائه من مسؤولي الجامعة وقد قامت نعمة شفيق برئيسة جامعة كولومبيا باستدعاء البوليس لأن لقت أن العملية التعليمية وكما قالت أن المناخ ليس امنا للعمليه التعليميه داخل الجامعه ولهذا استدعت البوليس واستدعاء البوليس هو ربما يكون نقطه هياج ساعد على الهياج وساعد على انتقال هذا هذه هذه الحراك الفلسطيني الى جامعات اخرى مرموقه في الساحل الشرقي والغربي الامريكي. ده يقودنا الى نقطه مهمه هل حريه التعبير مطلقه في الجامعات الامريكيه طبعا حريه التعبير في الولايات المتحده الامريكيه داخل وخارج الجامعات هي محميه بالتعديل الاول للدستور الامريكي وهو تعديل هام جدا جدا ويعطي حريات كبيره جدا للراي والتعبير وطبعا هو تعديل مهم وضروري وتعديل عظيم في الدستور الامريكي ان تكون حريه التعبير مكفوله للجميع ولكن لا توجد حريه مطلقه في اي مكان في العالم هذا 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 التعديل الذي اعطى سقفا واسعا لحريه الراي والتعبير في الولايات المتحده الامريكيه ليس مطلقا لا داخل الجامعه ولا خارج الجامعه هناك اول حاجه هناك اول خط فاصل بين حرية التعبير وخطاب الكراهية خطاب الكراهية مجرم في الولايات المتحدة الأمريكية ومن يعني ثم حرية التعبير لا تتضمن خطاب الكراهية لا تمتد حرية التعبير أيضا إلى الدعوة للعنف أو مخالفة القانون أو ارتكاب جريمة أو العداء للسامية أو الاعتداء على ممتلكات الغير أو تهديد الآخرين ومضايقتهم كل هذه قيود عامة على حرية التعبير لكل الامريكيين داخل الجامعه وخارج الجامعه هي قيود عامه على حريه التعبير حريه التعبير مقيده بالقانون ان ما تخالفش قانون او ترتكب جريمه او تضايق الاخرين او تعتدي على ممتلكات الغير فكل دي هذه بدي او او تنشر خطاب الكراهيه او تدعو للعنف او تساند منظمات ارهابيه كل هذه معروفه مع معروفه معروفه لل... 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 للواعي وللدارس وللي عايشين في الولايات المتحده الامريكيه ان حريه التعبير وفقا للتعديل الاول مح... مقيده بقيود قانونيه في الولايات المتحده الأمريكية لكن هناك في الجامعات هناك قيود اخرى داخل الجامعات بقى حريه التعبير مقيده بقيوداً اخرى اول قيد هو ان الحفاظ على حرم جامعي آمن وشامل للجميع آمن يعني العملية التعليمية تكون آمنة ما فيش عملية تعليمية لا تكون في جو غير آمن الحاجة الثانية شاملة يعني تشمل الأمن والحرية الأكاديمية جميع الطلاب والأساتذة وبالتالي تهديد فئة من الطلاب أو تخويف فئة من الطلاب هو تحول الحرم الجامعي الى حرم غير امن وحريه التعبير هنا مقيده. والمهم جدا ان حريه التعبير داخل الجامعات الامريكيه مقيده بمدونه السلوك، في مدونه للسلوك في كل جامعه وبالتالي لا يمكن مخالفه مدونه السلوك بحجه التعديل الدستوري الاول في الولايات المتحده الامريكيه او بحجه الحق في حريه التعبير. كما قلت أن حرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن هي الأك... الأكثر سقفا وارتفاعا في العالم كله هي هي حق أساسي من حقوق الإنسان ومحمية بالدستور ولكن كما قلت أيضا أن هناك قيودا على هذه الحرية عدم عدم إعاقة الدراسة أيضا أو الإعتداء على الممتلكات الخاصة للجامعة هذا أيضا قيد عدم ترهيب الطلاب الآخرين أو الأساتذة أو العملية التعليمية بالطبع معظم الاعتصامات التي تمت في جامعه كولومبيا ونيويورك والجامعات الامريكيه الاخرى خالفت هذه القيود الموجوده على حريه التعبير، خالفت القيود فالدعوه للكراهيه ليست حريه تعبير. تبرير الارهاب ليس حريه وليس حريه اكاديميه. معاداه الساميه جريمه وليست حريه، جريمه في امريكا وفي الغرب. الدعوه لتدمير اسرائيل هو جريمه وليس حريه تحويل الجامعات الى فوضى ليست حريه وانما اعتداء على الحريه الاكاديميه حتى لما بيتكلموا ويقولوا احنا مش ضد احنا مش ضد احنا مش في حاله عداء للساميه لا عداء للساميه ولا اسلاموفوبيا هذا هذا ايضا خلط للامور لا يجب ان يكون في الجامعه هذا خلط الامور الـ الـ الاسلاموفوبيا هي هو مصطلح ابتزازي للغرب وللحريه الاكاديميه ولتقييد الحريه الاكاديميه الاسلاموفوبيا خدعه خدعه ما ينفعش تسويه بالعداء الاسلاميه هو ده اللي بيعمله التيارات الاسلاميه في الغرب والمنظمات الاسلاميه في الغرب تحاول ان تـ ان ان يتساوى العداء الاسلاميه الإسلاموفوبيا هذا المصطلح المزيف في في الجامعات حاليا المانحون الممولون للجامعات غاضبون والطلاب خائفون والاساتذه ممنوعون مش مش كلهم ولا الطلاب كلهم طبعا نتكلم على اليهود طبعا هذا تدمير للعمليه التعليميه وليست حريه ولهذا انخفض ثقه الامريكيين في استطلاعات الراي ثقتهم في الجامعات الأمريكية وفما تقدمه الجامعات الأمريكية بالذات بعد سيطرة اليسار على الجامعات الأمريكية انخفضت من 57% سنه 2016 الى 36% حاليا، يعني ثقه الامريكيين في المؤسسه التعليميه الجامعيه انخفض نتيجه كل هذه الفوضى التي تحدث في الجامعات ونتيجه سيطره اليسار والفكر اليساري على الجامعات الامريكيه. عشان كده رئيس بلديه نيويورك قال انه يشعر بالرعب. والاشمئزاز من خطاب معاداه الساميه في الجامعات. وقال بايدن انه يدين هذا الخطاب المعادي للساميه في داخل وخارج الجامعات الامريكيه. بايدن قال انه يدين ان لا لا مكان معاداه الساميه ليس لها مكان في بلدنا سواء داخل الجامعات او خارجها. مع العلم ان الحلف الحزب الديمقراطي الذي شجع مظاهرات جورج فلويد سنه 2020 لأسباب سياسية ضد ترامب هو هو الحزب الديمقراطي من ايام اوباما هو اللي خلق هذا هذه الفوضى وهذا التيار اليساري الذي يتوحش يوما بعد يوم يعني بايدن بيدين ولكن المفروض يدين نفسه ويدين حزبه من ايام اوباما هم اللي ساعدوا في هذه الظاهرة الخطيرة في الولايات المتحدة هذا التحالف الشرير بين الاسلاميين والفوضويين وال واليسار المتطرف والبيض الاعتذاريين. طب ده ده يقودنا لسؤال يعني انت بتقول ان ان في قيود على على الحريات حريه التعبير داخل الجامعات وخارج الجامعات بالقانون، طب هل كان في شعارات ولافتات وامور خالفت حريه التعبير؟ وتجاوزت القيود على حرية التعبير القيود القانونية سواء في مدونات السلوك الجامعي أو في القانون العام الأمريكي نعم هذا حدث بعض الشعارات كانت عدوانية وعنيفة في جامعة كولومبيا وفي جامعة نيويورك وغيرها يعني ما أقول لك بعض الشعارات اللي ما تعتبرش حرية تعبير دي دي دعوة للعنف ودعوة للإرهاب ومساندة لمنظمات إرهابية يا قصام خذ جندي اخر دي حاجات دي اتنشرت في الصحف الامريكيه نيويورك تايمز وغيرها وعن الشعارات اللي اترفعت في هذه المظاهرات في الجامعات الامريكيه والخيم مخيمين قافلين اماكن في الجامعات معطلين اعتدوا على البروبرتي البروبرتي اللي هي الملكيه الخاصه حق الملكيه الخاصه هذه ملكيه خاصه نعم كانوا في الاول بيسمحوا لهم بالتظاهر السلمي حتى لو كان في بعض الصخب حتى لو كان في بعض الافتراءات ولكن مقبوله حتى الافتراءات في القانون الافتراءات طالما لم تتجاوز الى مخالفه القانون ولكن بعد كده بداوا يعملوا خيام ويقفلوا مداخل جامعات يعني تعطيل لملكيه خاصه تقريبا استيلاء على ملكيه خاصه هذا مش من حقهم ان يقفلوا مكان في الجامعه بدأوا يعملوا يعني لم يط... لم تتحرك رئيسة جامعة كولومبيا إلا لفض خيمة، خيمة يعني مخيمين في الجامعة وده مش من حقهم لأن دي ملكية خاصة للجامعة. بعد العبارات كما قلت ك... وشعارات ورفعوها ولافتات يا قسام خد جندي آخر احرق احرق تل أبيب دمر دمر إسرائيل. هذا شعارات كانت مرفوعه احرق احرق تل ابيب دمر دمر اسرائيل داخل الجامعه داخل جامعه كولومبيا وجامعه نيويورك وجامعه كاليفورنيا بيركلي وجامعات جيل وهارفارد والحاجات دي حماس نحن نحبك وندعم صواريخك حماس انا بجيب لكم نصا اللي كان بيتقال حماس نحن نحبك وندعم صواريخك جامعه كاليفورنيا بيركلي كانت رفعت لافته المظاهرات دي الى الطلاب اليهود تستطيعون الهرب ولكن لا تستطيعون الاختفاء. ده تهديد واضح ولا مش تهديد واضح؟ ده تهديد واضح. حدثت مقاطعه لبعض الاساتذه اليهود محاضراتهم حتى رئيس عميد كليه كان بيعمل تحرق حفله تخرق حفله للطلاب أطعوها قطعوها خالص اليهود يهود حدث تخويف وترهيب لطلبه يهود معظم الهتافات كانت تدعو إلى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، أي إنهاء إسرائيل. تحرير فلسطين من البحر إلى النهر هو دعوة إلى تدمير إسرائيل. علشان كده الكونجرس الأمريكي صوت مؤخرا 377 عضوا في الكونجرس صوتوا مقابل 44 عضو فقط اعترضوا على أن عبارة من النهر إلى البحر ستكون فلسطين حرة هي عباره معاديه للساميه وبالتالي فان رفع هذه الشعارات في اي مكان في الولايات المتحده الامريكيه سواء داخل الجامعات او خارج الجامعات هو مخالف لقرار الكونجرس الامريكي الصادر سنه 2024 نيجي لنقطه مهمه هل يختلف حراك الجامعات لصالح فلسطين دلوقتي كله في في العرب الميديا العربيه ان الحراك اللي بيحصل في الجامعات لصالح فلسطين هو يشبه ما حدث ضد حرب فيتنام وانه امتداد لحرب فيتنام وان هو ده بعد 60 سنه او اكثر من الحرب بدات الطلبه يقومون بنفس الاعتراض ونفس الاحتجاج وكده بيشبهون في بعض طب هل في اختلاف هل في اختلاف ما بين المظاهرات الغاضبه في الجامعات الامريكيه لصالح فلسطين وتلك التي حدثت في اثناء حرب فيتنام انا طبعا في اختلاف واختلاف جوهري واختلاف كبير اول حاجه حراك الستينات كان طبعا اكبر بكثير جدا من انحراق دعم غزه حاليا كان حراك اكبر بكثير جدا ربما يتوسع حراك فلسطين ربما ولكن الحراك حتى تسجيل هذه الحلقه الحراك فيتنام كان اوسع بكثير جدا، حراك فيتنام كان ضد حرب تقودها الولايات المتحده الامريكيه ويموت فيها امريكيون ومن ثم كان له شرعيه داخليه ويمس الداخل الامريكي، كان حراك ضد حرب امريكا جزء منها ويموت فيها امريكيين ويمس الداخل الامريكي ويمس كل مواطن امريكي ومن ثم كان لها شرعية في داخل الأمريكي غير حرب جاية من الشرق الأوسط حراك فيتنام كمان كان يتشكل من طلاب بيض أساساً الحراك فيتنام في الستينات كانوا اغلبوا الغالبيه الكاسحه طلاب بيض ولكن الحراك الخارجي هو خليط من مهاجرين وطلاب اجانب ومسلمين وعرب ويسار ونسبه قليله من البيض نسبه قليله لا لا تشكل نسبه البيض في حراك 2024 2023 بما حدث في الستينات في حرب فيتنام حراك الستينات كان طلاب امريكيين، يعني طلاب امريكيين في جامعات أمريكي امريكيه، ولكن كما قلت بيض بيض اساسا، ولكن كما قلت ان الحراك الحالي هو خليط، جزء كبير مسلمين وعرب ويساريين وكلام زي لكن لكن كمان الطلاب الطلاب كانوا امريكيين، بس ده جزء منه طلاب اجانب، اجانب بل وغير طلاب اساسا، غير طلاب كما كما رصدت الصحف ان ناس كتيره دخلت مش طلاب دخلوا الى الجامعات الامريكيه علشان يشاركوا في هذا الحراك نتيجه ان هو منظم من منظمات معينه ومن ثم الثاني كان طلاب امريكيين بس وده طلاب امريكيين واجانب ومهاجرين حديثا كلهم هاجروا بعد سنه 2000 يعني من عرب ومسلمين ومن ثم يختلف تماما عن حراك الستينات في هذا الموضوع امريكا بالمناسبه يعني حوالي 40 الف طالب اجنبي بتقبلهم الجامعات الامريكيه سنويا ومن ثم حصل تراكم يعني بتاع 200 الف طالب على الاقل او اكثر اجانب موجودين في الجامعات الامريكيه حاليا في هذه اللحظه ومن ثم الكثير منهم شارك في هذه الحراك لصالح فلسطين حراك الستينات لفيتنام كانت تقوده منظمات امريكيه اساسا ولكن هذا الحراك بتقوده منظمات عربيه اسلاميه مثل طلاب من اجل العداله في فلسطين، حركه مقاطعه اسرائيل او المنظمات الاسلاميه الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه، نعم هي هي مسجله كمنظمات امريكيه ولكن لها امتدادات وتمويلات من الخارج الولايات المتحده الامريكيه، كما قلت ان تختلف في جوهرها، جوهر مظاهرات الستينات تختلف عن ما يحدث حاليا، كمان السردية في الستينات كانت سردية أمريكية، سردية اعتراض على حرب فيتنام كانت سردية أمريكية، ولكن هذه السردية بتاعت فلسطين سردية مستوردة من الدول العربية والإسلامية، مش سردية أمريكية أساسا، سردية مستوردة. وأخيرا حراق الستينات كان تمويل المظاهرات بام امريكان هي منظمات امريكيه مموله امريكيا طلاب امريكيين ما فيش اجانب لكن دي كمان حتى التمويل تمويل مختلط من داخل امريكا ومن خارج امريكا من الدول الاسلاميه العربيه والاسلاميه بشكل ملتوي جدا بيمولوا المنظمات الاسلاميه اللي بدورها بتمول هذه المظاهرات ومن ثم نحن امام حراقا مختلفا عن حراق حرب فيتنام قبل ما اختم باسئله بعض المتابعين على موقع اكس عندي على صفحتي لما طرحت هذا الموضوع انا هطرح سؤالين هل العداء هم بيطرحوا دائما في هذا الموضوع هل العداء لاسرائيل هو عداء لليهود ومسمى للساميه؟ نعم العداء لاسرائيل هو عداء للساميه لانه عداء ضد الوطن القومي الوحيد في العالم لليهود ومن ثم العداء لاسرائيل هو عداء لليهود وعداء للساميه. والسؤال الثاني هل شعار تحرير فلسطين من من النهر الى البحر هو معادي للساميه؟ نعم كما قلت معادي للساميه وقرار الكونجرس قال ذلك انه معادل للساميه لانها معناه ازاله اسرائيل تماما او تدمير اسرائيل تماما. ومن ثم العداء لاسرائيل. هو عداء لليهود هو عداء للساميه. شعار تحرير فلسطين من النهر الى البحر هو من النهر الى البحر هو شعار معادي للساميه لانه عمليا يدعو الى تدمير اسرائيل. ساختم كما قلت بالاسئله التي طرحها الاصدقاء على موقع صفحتي على موقع اكس. سعيد المطيري هل الاحتجاجات الطلابيه تؤثر على صانع القرار في امريكا؟ أنا في تقديري بتؤثر بدرجة أقل وأحيانا تأتي بردود عكسية حتى هذه اللحظة أحيانا تأتي بردود عكسية أن يتشدد المسؤولون الأمريكيون لمواجهة هذه الظاهرة المتفشية في أمريكا وفي الجامعات وهي العداء للسامية كمان النقطة الثانية أن الموسم الجامعي في قرب نهايته، ومن ثم مع الامتحانات الشهر اللي جاي ستخف هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات، في تقديري أنها ستأخذ منحنى تدريجيًا، في تقديري انخفاضيًا مع شهر مايو ويونيا. لأن الجامعات ستكون في عطلة وقبلها امتحانات. محمد عادل لماذا لم تأخذ الجامعات الأمريكية حظرها من قبول الطلبة العرب؟ الجامعات الامريكيه مفتوحه لكل العالم زي المستشفيات الامريكيه لاي مريض اي يدخل المستشفى من حقه يتعالج وبالتالي هي مفتوحه للعالم ولكن ممكن ممكن تضع قيود على الطلبه العرب في المستقبل اذا شافوا ان هناك اضرارا زي ما حصل بعد 11 سبتمبر انه منعوا العرب او وضعوا قيود شديده للعرب اللي عاوزين يدرسوا طيران لان اللي قاموا ب 11 سبتمبر كانوا التحقوا بمعاهد الطيران داخل الولايات المتحده الامريكيه منذ 11 سبتمبر تم وضع قيود مشدده على قبول طلبه عرب في معاهد الطيران في الولايات المتحده الامريكيه ممكن ان يحدث ذلك بالنسبه للجامعات في المستقبل ولكن حاليا الجامعات الامريكيه مفتوحه للجميع. سعيد من يمول وينظم هذه المظاهرات والادله على ذلك انا كما قلت منظمات كثيره اذكر منها طلاب من اجل العداله في فلسطين حركه مقاطعه اسرائيل منظمات اسلاميه اغلبها في الولايات المتحده الامريكيه تساهم وتمول هذه المظاهرات وكما قلت هي مموله جيدا اراجع حلقتي السابقه التي اشرت اليها من قبل وانا هحطها في تعريف الحلقه، حط لينك للحلقه السابقه اللي عملتها من اربع شهور عشان تفهموا السياق كله لهذه المظاهرات في امريكا. موسى لماذا سمح لمظاهرات معاديه للساميه علنا وداعمه لمنظمات ارهابيه؟ ازاي سمح لها انها تكون موجوده؟ وكيف تم منع طلاب يهود من دخول الجامعه؟ لم يسمح بهذه المظاهرات، هم فرضوها فرضوها والان الشرطه تواجه مأزقا ما بين الشعرة الشعر ما بين حق في حريه التعبير وما بين الاعتداء على قيود القيود على حريه التعبير والاعتداء على القانون في خط كده فاصل الشرطه بتكافح ان لا تعترض على حريه التعبير ولكنها في نفس الوقت لا تسمح تحت غطاء حريه التعبير بارتكاب مخالفات قانونيه اما موضوع الطلبه اليهود فطبعا التخويف والترهيب هو اللي منع الطلبه اليهود التخويف والترهيب اساسا الحرم الجامعي كما قلت يجب ان يكون امن وشامل امن وشامل عندما لا يتوفر الامن يكون في تخويف او ترهيب وعندما لا يشمل الجميع هنا يبدا الطلبه المستهدفين ان هم ما يجوش الجامعه وده اللي حصل للكثير من الطلبه اليهود بهجت هل تأثر التعليم الجامعي في أمريكا بالرجعية الإسلامية؟ نعم جدا جدا جدا. التعليم الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية تأثر بتحالف اليسار مع الإسلاميين. اليسار يسيطر على الجامعات في أمريكا وده علشان كده ثقة الأمريكيين في التعليم الجامعي تراجعت. اليسار يسيطر على العملية التعليمية كما أنه يسيطر على الميديا. اليسار مسيطر سيطرة كبيرة على العملية التعليمية وخاصة في الجامعات في امريكا، كله يساري، كل الرؤية اليسارية مسيطرة، بيفرضوها على الطلاب لأن التعليم الجامعي حر. يعني التعليم ما قبل الجامعي يستطيع أولياء الأمور أن يعترضوا، ولكن التعليم الجامعي حر وفي حرية أكاديمية عالية جدا، والحرية الأكاديمية دي خلت اليسار يسيطر على العملية التعليمية. كمان أقسام الشرق الأوسط أقسام الشرق الأوسط في الجامعات الأمريكية كثير منها ممول من دول عربية وإسلامية والغالبية العظمى الأساتذة في أقسام الدراسات العربية والشرق الأوسطية والإسلامية هم عرب ومسلمين وأغلبهم يأتي من الإسلام السياسي ونادرا ما تجد أستاذا جامعيا عربيا أو, 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 او مسلم معتدلا داخل هذه الاقسام نادرا في طبعا ولكن حاله نادره كلهم متاثرين بالاسلام السياسي كلهم متاثرين بالثقافه الاسلاميه وبالسرديه الاسلاميه مش بس في موضوع فلسطين في كل القضايا متاثرين بالسرديه العربيه الاسلاميه في كل القضايا تقريبا حمزه هل تسمح القوانين الأمريكية بالتظاهر لتأييد حركات إرهابية؟ طبعا لا زي حماس والجهاد لا طبعا لا القوانين الأمريكية لا تسمح هذه جريمة مخالفة القانون لا تسمح بالاتصال بمنظمات إرهابية بمساندة منظمات إرهابية بأي كلمة تتقال المساند. وبالتالي هذه هذه المظاهرات ولكن في الصخب آلاف وعشرات الآلاف وربما مئات الآلاف بيطلعوا طب هتقدر تسيطر على إيه؟ العمليه صعبه فهي هم هم كسروا القانون لان في التظاهر دايما بتحصل كسر للقوانين يعني في سؤال ربما اخير سؤال اخير لراندي بهناوي هل الطلاب الامريكيين لديهم وعي كافي بما يحدث في الشرق الاوسط الطلاب الامريكيين ليس لديهم وعي كافي لا بقضيه فلسطين ولا بالشرق الاوسط ولا بالثقافه الاسلاميه ولا ولا بالحاله العربيه الاسلاميه، ما عندهمش الطلاب العرب في الجامعات العربيه ما عندهمش وعي كافي، عندهم وعي كافي ازاي؟ انا كنت ادرس في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه القاهره وهي اكثر كليه مرموقه في مصر في ذلك الوقت على الاقل في وقتي هي اكثر كليه مرموقه في مصر والشرق الاوسط في وقتها في وقت دراساتي ومع هذا كان الوعي مشوه جدا جدا الاعلام والمناهج التعليميه ما قبل الجامعه انا لم يرتقي وعي في كليه الاقتصاد ولكن ارتقى وعي بالقراءات الواسعه وبع... الواسعه الخاصه بي الخاصه بي وبوجودي في الغرب ايضا هو ده اللي ارتقى بوعي وعمق وعي اما تقولي لا الطلاب في امريكا عندهم وعي كافي لما يحدث في الشرق الاوسط ولا الطلاب في الشرق الاوسط اصلا عندهم وعي كافي بما يحدث في بلدانهم وانا وكمان الطلاب الصغيرين الصغيرين انا يعني في مقوله متداوله من زمان قوي انك انت وانت في العشرينيات لما كنت ثوري ويساري ما يبقاش عندك قلب ونفس الوقت لو انت يساري وثوري وانت في الاربعينات ما عندكش عقل ما عندكش عقل وبالتالي الطلاب اللي في العشرينيات ما عندهمش مش بس ما عندهمش وعي عندهم حماسة عاطفية ملتهبة كبيرة جدا جدا تخفي وتحجب الرؤية العقلانية الهادئة للأمور لأمور كثيرة بالإضافة لنقص معرفتهم نقص معرفتهم لا ننسى أن الطلاب الأمريكيون أولا منشغلين بالأمور الأمريكية أكثر بكثير جدا جدا مما هو خارجها اما الطلاب العرب في الشرق الاوسط فهم نتاج الثقافه الاسلاميه والتعليم الاسلامي والميديا الاسلاميه وبالتالي اصلا منذ الطفوله عقلهم في تشوهات هيكليه في الرؤيه وفي التفكير وفي العقل ومن ثم لا الطلاب في الشرق الاوسط ولا الطلاب في امريكا ملمين المام كافي بما يحدث في الشرق الاوسط. موضوع غزه وفلسطين واسرائيل هو موضوع ممتد وسنوافيكم باي جديد في هذا الموضوع لان ما زالت بعد 200 يوم من الحرب، ما زالت الامور مفتوحه على كل الاتجاهات، ما زال الشرق الاوسط يتغير بعد 7 اكتوبر، ما زالت هناك امورا كثيره جدا تحدث في الشرق الاوسط سنتناولها في الحلقات القادمه ولكن اتمنى ان اكون قد اوفيت في هذه الحلقه عن ما يحدث في الجامعات الامريكيه بخصوص فلسطين اشكركم والقاكم في لقاء اخر مع مجدي خليل شكرا لكم